السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتناول اليوم موضوع الاستثناء في النقاط التي ترونها أمامكم. أولا، تعريف الاستثناء. الاستثناء عند الفقهاء أو في الاصطلاح عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على الصانع. عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على الصانع، هذا تعريف عقد الاستثناء. فعقد الاستثناء من هذا التعريف يتبين أنه يقع على شيئين. عقد الاستثناء يقع على شيئين. الشيء الأول، المبيع الموصول في الذمة، والشرط الثاني أو عفوا الأمر الشيء الثاني العمل. فعقد الاستثناء يقع على شيئين: الشيء الأول المبيع في الذمة أو الموصول في الذمة، والشيء الثاني الذي يقع عليه عقد الاستثناء هو العمل. فالاستثناء يقع، يعني عقد الاستثناء يقع على شيئين: الشيء الأول المبيع الموصوف الذمة، والشيء الثاني العمل. حتى يتحقق اسم الاستثناء لابد من كون العقد واقعا على هذين معا. ما يكفي مبيع في الذمة، لا، لابد مبيع في الذمة شرط فيه العمل. مثال على عقد الاستثناء: عندما أذهب للخياط وأطلب منه أن يفصل لي ثوبا من قماش موصوف، يعني قماش من النوع الفلاني أو من الشركة الفلانية أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر عقد استثناء. لاحظ فيه أن العقد وقع فيه على شيئين: الشيء الأول القماش، والشيء الثاني العمل وهو الخياطة. هذا يعتبر عقد استثناء. لو فرضنا مثلا أني أريد أن أصنع دالوبا بمواصفات معينة، فذهبت للنجار وقلت له اصنع لي أو اعمل لي دالوبا مواصفاته كذا وكذا وكذا، واصنعه من الخشب الذي هو من النوع الفلاني وأصف نوع الخشب. فلاحظ هنا أن العقد وقع على شيئين: على الخشب الموصوف في الذمة، وعلى العمل والصنع الذي سيقوم به النجار. لو فرضنا مثلا أني أريد جهاز حاسب، يعني كمبيوتر، بمواصفات معينة، وهذه المواصفات لا أجدها في السوق، فاتفقت مع مصنع على أن يصنع لي جهاز حاسب أو أجهزة حاسب بالمواصفات التي أريدها. فلاحظ الآن العقد على شيء مبيع في الذمة، وأيضا هو عقد على عمل، العمل الذي هو التجميع حتى يكون حاسبا كاملا. هذا يعتبر عقد استثناء. أيضا من أمثلة عقد الاستثناء، عندما أذهب إلى شركة مقاولة أو مؤسسة مقاولة، المقاولين هؤلاء يقومون بالبناء والترميم وما أشبه ذلك. الحاصل أني ذهبت إلى مقاول وطلبت من المقاول أن يصنع لي أو أن يبني لي منزلا، وذكرت له المواصفات التي أريد،
وقلت للمقاول أنا لن أحضر أي شيء ولن أشتري أي شيء، سأعطيك 2,000,000 وأنت الذي تبني البيت وتحضر المواد كاملة كلها تكون من طرفك، أنا فقط أريد أن أدفع وأنت في النهاية تسلم لي المفتاح. فهذا أيضا يعتبر مثالا على عقد الاستصناع، هذا يعتبر مثالا على عقد الاستصناع. ولاحظ في مثال المقاول أن المقاول عليه العمل وعليه أيضا المواد. هذه عدة أمثلة لعقد الاستصناع. بالنسبة لأركان عقد الاستصناع فعندنا 5 أركان: الصيغة كما تعرفون الإيجاب والقبول، والركن الثاني الصانع مثل الخياط أو المقاول، والركن الثالث المستصنع وهو طالب السلعة أو طالب العمل وهو الذي يدفع المال، والركن الرابع العين المصنوعة مثل الدالوب أو الثوب، والركن طبعا الركن الرابع العين المصنوعة وتسمى العين المستصنعة، والركن الخامس المال الذي هو الثمن، المال أو الثمن الذي يدفعه المستصنع للصانع. طيب، بعد أن عرفنا عقد الاستصناع وذكرنا أمثلته، نحتاج إلى أن نفرق بين عقد الاستصناع وبين الإجارة. ما الفرق بين عقد الاستصناع وبين عقد الإجارة؟ الفرق يتبين بالتعريف الذي ذكرناه. نحن ذكرنا في الاستصناع أنه عقد على موصوف في الذمة شرط فيه العمل، فعقد الاستصناع فيه عمل والإجارة أيضا فيها عمل. لكن الفرق بين الاستصناع والإجارة أنه في الاستصناع هناك مبيع أو شيء موصوف في الذمة، عين موصوفة في الذمة، بخلاف عقد الإجارة. فعقد الإجارة ليس فيها مبيع أو عين موصوفة في الذمة. ولذلك نحن نقول الفرق باختصار بين عقد الاستصناع وعقد الإجارة أنه في عقد الاستصناع تكون المواد من المستصنع، وأما في عقد الإجارة الفرق بين عقد الاستصناع وعقد الإجارة أنه في عقد الاستصناع المواد تكون على العامل، المواد تكون على العامل وهو الصانع، وأما في عقد الإجارة فالمواد لا تكون على العامل الذي هو الأجير، وإنما تكون على المستأجر. فالفرق بين عقد الاستصناع وعقد الإجارة أن عقد الاستصناع العقد فيه على شيئين: المبيع الموصوف في الذمة والعمل، أما في عقد الإجارة فالعقد على شيء واحد وهو العمل. أو بعبارة أخرى، في عقد الاستصناع تكون المواد على العامل، في عقد الاستصناع تكون المواد على العامل، وأما في عقد الإجارة فالمواد ليست على العامل، في عقد الإجارة المواد ليست على العامل. ولذلك لو سئلت في عقد المقاولة هل هو عقد استصناع أو عقد الإجارة، فالجواب أن تقول ننظر على من تكون عليه المواد. أحيانا في المقاولة تكون المواد على المقاول أو على العامل، فهذا يجعل العقد عقد استصناع. وأحيانا تكون المواد على ليست على العامل، تكون مواد ليست على العامل وإنما تكون على الطرف الثاني الذي يريد المنزل مثلا، ولا تكون على العامل. فإذا كانت المواد ليست على العامل فالعقد هو عقد إجارة، والعقد هو عقد إجارة. فالمقاولة يحتمل أن يكون استصناعا ويحتمل أن يكون إجارة بحسب من تكون عليه المواد. الفرق العلاقة بين عقد الاستصناع وبين عقد السلم. السلم كما سبق هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة، هذا بالنسبة للسلم.
والاستثناء كذلك هو عقد على موصوف في الذمة. ولذلك في الحقيقة الاستثناء يعتبر نوعا من أنواع السلم، يسمونه السلم في المصنوعات، لأن الاستثناء كذلك عقد على موصوف في الذمة. لكن يمكن أن نفرق بين الاستثناء وبين السلم العادي بأن الاستثناء يكون فيه عمل من الصانع، يكون فيه عمل من الصانع، يعني يكون في شيء يحتاج إلى تصنيع، يكون في شيء يحتاج إلى تصنيع. فالاستصناع يكون في شيء يحتاج إلى تصنيع، يحتاج إلى صنع، فيكون هناك عمل وصناعة من الطرف الثاني. وأما السلم العادي فيكون على سلع لا تتطلب تصنيعا، السلم العادي يكون على سلع لا تتطلب تصنيعا. هناك فرق آخر، هناك فرق آخر وهو محل خلاف بين الفقهاء ويرجع إلى مسألة، وهو هل يشترط تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد في عقد الاستصناع، هل يشترط تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد في الاستصناع؟ تعرفون أنه في السلم يشترط تسليم رأس المال أو تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، هذا في السلم بالإجماع. طيب الاستصناع هل هو مثل السلم أو يختلف عن في هذا الأمر؟ وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك. القول الأول مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه في عقد الاستصناع يشترط تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، يشترط تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، فهو قول الجمهور، فهو قول الجمهور. وقالوا لأن الاستصناع يعتبر نوعا من السلم، والسلم لا بد فيه من تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، فكذلك الاستصناع. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية أنه لا يشترط تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، لا يشترط تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية. قالوا إن عمل المسلمين على ذلك أنهم يستصنعون ويطلبون من العامل أن يصنع لهم من غير تسليم للثمن كاملا في مجلس العقد، وإنما جرت العادة وجرى العمل في عرف المسلمين على أن يدفع جزء من الثمن، فهذا نوع من الإجماع، والإجماع حجة، ونوع من الإجماع على جواز مثل هذا، والإجماع حجة. والراجح هو المذهب الحنفية وأنه لا يشترط تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد في الاستصناع، ولذلك نعتبر هذا فرقا بين عقد السلم وعقد الاستصناع، نعتبر هذا فرقا بين عقد السلم وعقد الاستصناع. فالسلم اشترط فيه تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، أما الاستصناع فلا يشترط فيه ذلك. فالخلاصة في الفرق بين الاستصناع والسلم أن الاستصناع يكون، الفرق الأول الاستصناع يكون على سلع تتطلب صناعة، وأما السلم فهو على سلع لا تتطلب صناعة. الفرق الثاني أنه يشترط في السلم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، أما الاستصناع فلا يشترط فيه تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، على القول الراجح. طيب بالنسبة لي يعني تطبيقات عقد الاستصناع، الاستصناع يعني ذكرنا له عدة يعني أمثلة، هناك يعني تطبيقات لعقد الاستصناع. الاستصناع هو عقد مناسب لتمويل المشاريع أو لتمويل المشروعات، بمعنى لو كانت عندي شركة
وهذه الشركة تريد أن تبني مصنع، المصنع هذا مشروع، فمن أفضل الطرق لتمويل بناء المصنع عقد الاستثمار. أنا عندي مثلا شركة وأريد أن أبني مثلا إسكانا للموظفين، مشروع إسكان، أفضل طريقة لتمويل هذا المشروع هو عقد الاستثمار. أنا مثلا عندي مشروع محل تجاري، أريد إنشاء مشروع مجمع تجاري، أفضل طريقة لتمويل المجمع التجاري هو عقد الاستثناء. من تطبيقات عقد الاستثناء ما يعرف بعقد التوريد. لو مثلا كان هناك مستشفى كما تعرفون يحتاج إلى أن يزود بأطعمة يقدمها للمرضى، الأطعمة هذه لا يستلمها في وقت واحد وإنما في أوقات متفاوتة، يعني في التقسيط في آجال متعددة، كل أسبوع يستلم شحنة من الأطعمة مثلا أو شحنة من الأدوية مثلا. هذا يسمى عقد التوريد، فأتفق مع مورد على أن يورد للأدوية أو الأطعمة أو ما أشبه ذلك في أوقات معلومة بعقد التوريد، وهو يعتبر في الحقيقة استثناء. من أمثلة على التوريد كذلك مثل مثلا جامعة تحتاج إلى أن تزود بأساس في بداية كل فصل دراسي، فتتعاقد مع مصنع أو مع مثلا محل تجاري لتزويدها ب هذا الأساس، ففي كل فصل دراسي يسلم المورد هذا الأساس للجامعة. هذا مثال على عقد التوريد، وهو يعتبر من تطبيقات عقد الاستصناع. كذلك من تطبيقات عقد الاستصناع ما يعرف في الاستصناع الموازي، والاستصناع الموازي طريقته تشبه طريقة السلم الموازي، لكن تعرفون أن الاستصناع يكون في شرع تحتاج إلى صناعة. بعد ذلك نتكلم عن عقد المضاربة. بالنسبة لعقد المضاربة تعريفه دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما، دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما. أنا مثلا عندي 1,000,000 ريال لكن ليس عندي استعداد أن أتاجر بها، ما عندي وقت، وأنت مثلا عندك قدرة على إدارة الأموال وعلى التجارة لكن ليس عندك رأس مال، فأتفق أنا وإياك على أن ننشئ شركة مضاربة، فأعطيك 1,000,000 وأنت تعمل، فمني المال ومنك العمل والربح بيننا على ما نتفق عليه. طيب، فأقول مثلا لي 50% من الربح ولك 50% من الربح أو 20% أو 80% إلى آخر. ما الفرق بين عقد المضاربة وعقد القرض؟ الفرق بين عقد المضاربة وعقد القرض أنه سبق أن ذكرنا في القرض أن المال مضمون على المقترض الذي أخذ المال، المال مضمون على المقترض الذي أخذ المال، ففي القرض صاحب المال الذي دفع المال رأس ماله مضمون مطلقا، رأس ماله مضمون مطلقا. وأما في عقد المضاربة فالعامل الذي أخذ المال الأصل أنه لا يضمن هذا المال، الأصل أنه لا يضمن هذا المال إلا إذا تعدى أو فرط. ففي عقد المضاربة رأس المال ليس مضمونا بالنسبة لصاحب المال،
ربما يرجع له رأس ماله كاملا وربما لا يرجع له. ولذلك ذكرنا في القرض أنه لا يجوز لصاحب المال الذي دفع المال أن ينتفع بالقرض ولا أن يأخذ فائدة. وأما في المضاربة فيجوز لرب المال أو لصاحب المال أن يأخذ فائدة. لماذا؟ لأنه في القرض ليس معرضا للخسارة فلم يجوز له أن يأخذ فائدة، وأما في المضاربة فهو معرض للخسارة فيجوز له أن يأخذ فائدة ويأخذ ربحا. فالخلاصة مما سبق في الفرق بين المضاربة والقرض عندنا فرقان. الفرق الأول أنه في القرض رأس المال مضمون لصاحب المال، رأس المال مضمون لصاحب المال في القرض، وأما في المضاربة فرأس المال ليس مضمونا لصاحب المال، فالعامل في المضاربة لا يضمن، فالعامل في المضاربة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. بعبارة أخرى يد المقترض يد ضمان، وأما العامل في المضاربة فيده يد أمانة، يده يد أمان. في القرض المقترض يده يد ضمان فيضمن مطلقا، وأما في المضاربة فالعامل يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الفرق الثاني أن صاحب المال لا يجوز أن ينتفع ولا أن يأخذ فائدة في القرض، لكن يجوز له ذلك في المضاربة. ما الفرق بين المضاربة وبين الإجارة؟ ما الفرق بين المضاربة وبين الإجارة؟ الفرق الأول أن العامل في الإجارة يستحق الأجرة، يستحق الأجرة سواء حصل هناك ربح أو لا، وأما في المضاربة فالعامل لا يستحق شيئا إلا في حال الربح، إلا في حال الربح. يعني لو فرضنا مثلا أنني أعمل، أنا العامل عامل المحل، هل استحق مال أو لا استحق مال؟ بالنسبة لعقد الإجارة أنا استحق الأجرة أو الراتب سواء ربح المحل أم لم يربح، فأنا استحق أجرة ثابتة. أما لو كنت في عقد مضاربة فأنا لا أستحق شيئا إلا في حال وجود الربح، فلي نسبة من الربح. الفرق الثاني أنه في الإجارة يكون العمل منضبطا، يكون الاتفاق على عمل منضبط، هذا في الإجارة، فيقال للعامل تعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الثالثة مثلا، هذا كما ذكرت في الإجارة، فالاتفاق على عمل منضبط. وأما في المضاربة فالغالب أن العمل لا يكون فيه منضبطا انضباطا تاما، الغالب في المضاربة أن لا يكون العمل منضبطا انضباطا تاما، إنما نتفق على المجال الذي نعمل فيه أو الذي يعمل فيه العامل، ولا يكون عمل محددا بالساعات، بل أقول له اعمل في الدكان أو اعمل في التجارة الفلانية من غير تحديد عمل منضبط بالساعات. فهذان فرقان بين المضاربة وبين عقد الإجارة. طيب بالنسبة لأركان عقد المضاربة، الصيغة الركن الأول والركن الثاني رب المال صاحب المال، والركن الثالث هو العامل أو المضارب الذي يعمل، والركن الرابع هو رأس المال، والركن الخامس هو العمل الذي يقوم به العامل أو المضارب، والركن السادس هو الربح.
شروط عقد المضاربة عندنا أربعة شروط. الشرط الأول أهلية العاقدين، فيكون كل منهما جائز التصرف، جائز التصرف يعني كل منهما حر مكلف رشيد. الشرط الثاني أن يكون رأس المال المقدم معلوما. لابد عندما نعقد عقد مضاربة لابد أن يكون رأس المال معلوما، لابد أن يكون رأس المال معلوما. والشرط الثالث أن تكون حصة كل من رب المال والمضارب من الربح معلومة، أن تكون حصة كل واحد من رب المال والمضارب أو العامل من الربح معلومة فتحدد عند العقد، فتحدد عند العقد. والشرط الرابع أن تكون حصة كل واحد منهما من الربح مشاعة، أن تكون حصة الربح لكل منهما مشاعة، مشاعة يعني بالنسبة، مشاعة يعني بالنسبة المئوية، فيقال 30% أو 40% أو 50% أو النصف أو الربع وما أشبه ذلك. لو فرضنا مثلا أنني عقدت معك شركة مضاربة وأضربنا العقد ولم نحدد نسبة الربح أو حصة الربح، قلت أنا وإياك أن نعقد عقد مضاربة والربح نتفق عليه بعدين، هذا لا يجوز، اختل الشرط الثالث. لو قلت لك مثلا الربح ل50% ولك 50% هذا جائز، أو ل30% ولك 40% هذا جائز، أو 20% 80% هذا جائز، أو قلت لي ثلث الربح ولك الثلثان هذا جائز، لأن هذا كله نسبة مئوية. لكن لا يجوز أن أقول لي من الأرباح 10,000 والباقي لك، هذا لا يجوز. لا يجوز أن أقول لي 10,000 والباقي لك مثلا، أو كذلك لا يجوز أن أقول لي ربح الشهر الأول ولك ربح الشهر الثاني، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا لو قلت لك مثلا لك الربح في السوق السعودية ولي الربح في السوق الخليجية، فهذا أيضا لا يجوز. وكذلك أيضا لو قلت لك مثلا الربح من الأجهزة الكهربائية لي والربح من المواد الغذائية لك، هذا أيضا لا يجوز، هذا كله لا يجوز لاختلال الشرط الرابع. طيب، ما أنواع المضاربة؟ المضاربة عندنا نوعان، مضاربة مطلقة. مضاربة مطلقة أن يعطيك المال ولا أحدد لك المجال الذي تستثمر به، بل تستثمر بأي مجال. النوع الثاني المضاربة المقيدة. المضاربة المقيدة أقيد لك فيها المجال الذي تستثمر فيه، فأعطيك مثلا 1,000,000 وأقول لك تستثمرها في عقار فقط مثلا. طيب، ما حكم مضاربة الكافر، يعني الدخول مع الكافر في شركة مضاربة؟ الأصل أن هذا مباح جائز ولا شيء فيه، إلا إذا كان الكافر ينفرد بالمال بحيث إنه يستعمل المال ويتجر به وأنا لا أعرف في أي شيء يستعمله، ففي هذه الحال يكره، في هذه الحال يكره. فمضاربة الكافر الأصل أنها جائزة إلا إذا كان ينفرد بالمال بحيث لا أدري ماذا يعمل به، في هذه الحال يكره. ما الذي يليق ويسوغ من التصرفات المضارب، يعني ما هي التصرفات التي يمكن للمضارب أن يعملها ويقوم بها؟ نقول
المضارب محكوم بأمرين، لا بد أن يتقيد بأمرين ويراعي أمرين، الأمر الأول الشرط والأمر الثاني العرف، الأمر الثاني العرف. فلا بد للمضارب أن يتقيد بالشرط المتفق عليه ويتقيد أيضا بالعرف، يتقيد أيضا بالعرف. فإذا كان يعمل ويتصرف في حدود الشروط المتفق عليها وفي حدود العرف فهذا جائز ولا شيء فيه، لكن لا يجوز للمضارب أن يخالف الشرط ولا أن يخالف العرف. فمثلا لو سألت مثلا هل يجوز للمضارب أن يقترض على الشركة أو لا، نقول هذا ننظر فيه للشرط وإلى العرف. فإذا كان رب المال لم يشترط على المضارب ألا يقترض، والعرف يقضي بأن الاقتراض لا شيء فيه وهو أمر معتاد في هذه الحال، ففي هذه الحال يجوز لي المضارب أن يقترض على أن يقترض على حساب الشركة. أحيانا المضارب يستلم المال فيدفعه لشخص آخر أو لعامل آخر، هل يجوز هذا أو لا؟ الجواب ننظر إلى الشرط وإلى العرف. فإذا كان رب المال ما اشترط أن يتولى العامل بنفسه والعرف يقضي بأن مثل هذا جائز وواقع ويفعل كثيرا في العرف أن المضارب يدفع المال لغيره ليتجر به، في هذه الحال نقول هذا التصرف جائز ولا شيء فيه. ضمان رأس المال في المضاربة، هذا قلنا أنه في رأس المال يكون مضمونا على رب المال، فالعامل لا يضمن رأس المال ولا يضمن خسارة إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا كان هناك تعد أو تفريط من عامل فإنه يضمن، أما ما عدا ذلك فلا يضمن، بل يده يد أمانة. ولذلك لو فرضنا مثلا أنك دفعت المال إلى مضارب والمضارب اشتغل في حدود العرف وحدود الشرط لكن خسر المال، ما الذي يتحمل خسارة المال؟ الجواب هو رب المال، أما العامل فلا يتحمل شيئا إلا إذا تعدى وفرط، ويعتبر في الحقيقة العامل قد خسر جهده وخسر عمله. طيب، هناك في البنوك ودائع استثمارية، ما حكم هذه الودائع الاستثمارية؟ يعني تحط ما فلوسك في البنك ولك نسبة من الفائدة أو من الربح، فما حكم هذه الودائع الاستثمارية؟ الجواب إذا كان رأس المال مضمونا فهو غير معرض للخسارة، فهذه الودائع الاستثمارية لا تجوز، بل هي من الربا. أما إذا كانت الودائع الاستثمارية محتملة للربح ومحتملة للخسارة، يعني يمكن أن يخسر رأس المال، فهذه الودائع الاستثمارية جائزة. الودائع الاستثمارية التي في البنوك ما حكمها؟ ودائع استثمارية فيها فوائد وربح، نقول ننظر إذا كان المال مضمونا فهذه الودائع الاستثمارية ربا، أما إذا لم تكن مضمونة فهذه الودائع الاستثمارية جائزة. طيب، كيف يقسم الربح في المضاربة؟ هذا شرحناه قبل قليل. الربح الذي يقسم هو ما زاد على رأس المال، يعني أنا دفعت لك مليون وأنت عملت واتجرت في المليون فصارت الشركة قيمتها 1,200,000،
الذي يقسم هو الربح، الربح الزائد على رأس المال، والربح هنا هو 200. أما رأس المال فلا يقسم. طيب بالنسبة لعقد الشركة، الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، الشركة هو اجتماع في استحقاق أو تصرف، والشركة على قسمين إجمالا، القسم الأول شركة أملاك، والقسم الثاني شركة عقد. احنا قلنا في التعريف الشركة اجتماع في استحقاق، الاجتماع في الاستحقاق هو شركة الأملاك. فمثلا هناك عمارة تباع بمليونين ريال، فأتفق أنا وإياك على شرائها، أنت تدفع مليون وأنا أدفع مليون، فدفعنا وشرينا العمارة وصارت بيننا، هذه شركة أملاك، هذه شركة أملاك. الاجتماع في التصرف يقصد به شركة العقد، وشركة العقد على هذه الأنواع التي ترونها أمامكم، النوع الأول مضاربة وأخذناها، والنوع الثاني العنان. وشركة العنان تعريفها أن يشترك اثنان بماليهما ليعمل فيه ببدنيهما والربح بينهم، يشترك اثنان بماليهما ليعمل فيه ببدنيهما والربح بينهم. ففي العنان كل من الطرفين يقدم مالا ويقدم عملا، في العنان كل من الطرفين يقدم مالا ويقدم عملا، الطرف الأول مال وعمل، والطرف الثاني مال وعمل. طيب هناك ما يعرف بشركة الوجوه، شركة الوجوه تعريفها أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه في ذمتيهما بجاهيهما، أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه في ذمتيهما بجاهيهما بجاههما. فمثلا أنا ليس عندي مال وليس عندي رأس مال، وأنت ليس عندك رأس مال، وأنت ليس عندك رأس مال، يعني أنت ما عندك مال وأنا ما عندي مال، فأتفق معك على أن تستدين أنت مليون وأستدين أنا مليون، ثم نتجر بالمليونين والربح بيننا. فلاحظ الآن أنه أنا ليس عندي مال وليس عندك مال، فاضطررنا إلى الاقتراض والاستدانة، كلم فلان فأعطاني مليون، وأنت تكلم فلان يعطيك مليون قرضا، فنتجر في ما نستدينه والربح الحاصل يكون بيننا، هذا يسمى شركة الوجوه. هناك شركة الأبدان تسمى شركة الصنائع أو شركة الأعمال، تعريف شركة الأبدان أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما، أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما، يعني ليس هناك مال يقدم من أحد الطرفين، وإنما الطرف الأول يقدم عملا والطرف الثاني أيضا يقدم عملا. مثلا أنا عندي معرفة بالكهرباء، مثلا بصيانة الكهرباء والأجهزة الكهربائية، وفلان من الناس عنده معرفة بالسباكة مثلا، فأنشئ معه شركة ونفتح محل، فهو سباك وأنا كهربائي، والربح الحاصل يكون بيننا بحسب ما نتفق عليه، بحسب ما نتفق عليه. فأنا مثلا ربحت مثلا مالا من صيانة الأجهزة جهاز كهربائي يكون بيننا، هو جاه مال
صيانة سباك أو ما شبه ذلك يكون هذا المال بيننا وهكذا. فلاحظ أنه قد يكون من أحد الطرفين مال ومن الثاني العمل، هذه مضاربة. طيب أحيانا يكون من الطرف الأول مال وعمل والثاني مال وعمل، هذا عنان. أحيانا يكون من الأول عمل فقط ومن الثاني عمل فقط، فهذه شركة أبدان، وشركة الأبدان هذه جائزة. ولا إشكال فيها. النوع الخامس شركة المفاوضة. شركة المفاوضة يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في كل تصرف. شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر في كل تصرف، يعني في البيع وفي الشراء وفي التأجير وفي كل شيء، والربح الحاصل يكون بينهما. وشركة المفاوضة هذه جائزة، لكن يشترط أن تكون في الأشياء التي تكون باكتساب وتجارة. شركة المفاوضة يشترط فيها أن تكون فيما يدخل بالاكتساب والتجارة. بعبارة أخرى، لا يجوز أن يدخل في شركة المفاوضة ما يعرف بالأكساب النادرة. ما يعرف به الأكساب النادرة، الأكساب النادرة التي لا تعتمد على العمل ولا تعتمد على التجارة. فلا يجوز أن يدخل في شركة المفاوضة ما يدخل بالإرث، لأن الإرث ليس مما يعتمد على تجارة. لا يجوز في شركة المفاوضة أن يدخل فيها ما يعرف بالهبة. لماذا؟ لأن الهبة ليس بالاكتساب ولا بالتجارة. بالنسبة لشروط شركة العنان، شركة العنان لها شروط، والشروط مبينة في الحلقات المسجلة وهي واضحة. بالنسبة لقاعدة الربح والخسارة في الشركات، القاعدة أن الربح يكون بحسب ما يتفق عليه الشركاء، وأما الخسارة فهي على رأس المال. أما الخسارة فهي على رأس المال، يعني في أي نوع من أنواع الشركة على أي أساس نقسم الربح؟ الجواب، يكون اقتسام الربح على أساس الاتفاق. اتفقنا أن الربح 50% 50% 60-40% 30-70%، هذا كله جائز. فالربح في الشركات يوزع على أساس الاتفاق، على أساس الاتفاق. أما الخسارة فالخسارة لا تكون بحسب الاتفاق، هذا غلط. إنما تكون خسارة على رأس المال. إنما تكون خسارة على رأس المال. فلو فرضنا مثلا أنني أنا قدمت 70% من رأس المال وأنت قدمت 30% من رأس المال، وحصلت هناك خسارة، حصلت هناك خسارة، خسارة الخسارة من يتحملها؟ نقول أنا أتحمل 70% مثل رأس مالي، وأنت تتحمل 30%. لو اشترطت أنا عليك أن لا تكون علي خسارة، هذا لا يجوز. أو قدمت 70% من رأس المال واشترطت أن لا أتحمل من الخسارة إلا 30%، فهذا أيضا لا يجوز. خسارة تكون على رأس المال. طيب بالنسبة للشركة، الشركات إجمالا هل هي من عقود الجائزة واللازمة؟ إذا قلنا لازمة فمعنى ذلك أنه لا يجوز فسخها إلا بالتراضي. إذا قلنا جائزة يجوز فسخها بدون تراضي. إذا قلنا جائزة يجوز أني أفسخ دون ما يرضى الطرف الآخر. نقول الأصل أن الشركة عقد جائز، الأصل أن الشركة عقد جائز، إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى كما ذكرت، الأصل أن الشركة عقد جائز، فيجوز لأحد الطرفين أن يفسخ متى شاء، يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ متى شاء.
إلا في حالتين. الحالة الأولى عند وجود الضرر على الطرف الثاني، فإذا وجد ضرر على الطرف الثاني فلا يجوز للطرف الآخر أن يفسخ، عند وجود الضرر لا يجوز الفسخ. الحالة الثانية التي لا يجوز فيها الفسخ عندما تكون الشركة مؤقتة، عندما تكون الشركة مؤقتة، يعني عندما نتفق في عقد الشركة على أن تكون مدة الشركة سنة كاملة فلا يجوز لك أو لي أن أفسخ قبل مرور السنة إلا بإذن الطرف الآخر. طيب، النقطة الأخيرة، تطبيقات للشركة. هناك يعني صور شركات جديدة وجدت في الأنظمة المعاصرة، مثل شركة المساهمة، شركة التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم إلى غير ذلك. كل هذه الشركات المعاصرة كلها تعتبر من تطبيقات عقد الشركة الذي ذكره الفقهاء. من تطبيقات عقد الشركة ما يعرف بالاعتمادات البنكية، ما يعرف بالاعتمادات البنكية. والاعتمادات البنكية يعني ما مثالها؟ مثالها تاجر، هذه تسمى التجارة الخارجية، تاجر يريد أن يستورد بضاعة من الخارج، اشترى من محل في الخارج، المحل التاجر هذا البائع الذي في البلد الأجنبي يقول للتاجر الذي سيشتري منه، يقول للتاجر المحلي، يقول مثلا لو فرضنا مثلا أنه باع بمليون ريال، ويقول للتاجر الذي يريد الاستيراد لابد أن تحضر لي اعتمادا بنكيا بالمبلغ هذا اللي هو مليون ريال، تحضر لي من البنك ورقة اعتماد، معنى أن البنك يضمنك، البنك يضمنك بهذا المبلغ. فالبنك في كثير من الأحيان حتى يستفيد من الاعتماد البنكي يدخل مع الشريك، مع التاجر على أنه شريك، يدخل مع التاجر على أنه شريك بنصف البضاعة مثلا، فيحصل بذلك أن التاجر يحصل الاعتماد البنكي ويستفيد أيضا البنك بحصوله على الربح لأنه يكون شريكا في هذه البضاعة. طيب نقف عند هذا الحد. هل يلزم في الشركة مناصفة في العين والوجه؟ لا 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 يلزم ذلك. يعني هذا يسأل يقول لك في شركة العنان أو الوجوه أو المفاوضة هل يشترط أن تكون قسمة الربح 50%؟ 50%؟ الجواب لا، ليس بشرط. يمكن أن يكون الطرف الأول 70% والطرف الثاني 30% حتى في العنان والعنان والوجوه. حتى رأس المال لا يشترط التساوي في رأس المال. يعني أنت الأخت تسأل تقول في شركة العنان إذا دفع الطرف الأول مليون هل لابد يدفع الطرف الثاني مليون؟ نقول لا، يمكن الطرف الأول يدفع مليون والثاني مليونين، أو يدفع نصف مليون أو ما أشبه ذلك، هذا جائز، لا يشترط تساوي رأس المال.
طيب هل هناك سؤال؟ أنبه إلى أن هناك تكليف ذاتي منشور، فأنصح الإخوة بمشاهدته ومحاولة حله. بالنسبة للبنك الذي يعطي التاجر الاعتماد، هذا يكون في بلد التاجر نفسه، في بلد التاجر نفسه. البنك الذي يدخل شريكا مع التاجر هو البنك الذي يكون في بلد التاجر. يعني أنا مثلا ذهبت للصين، أنا في السعودية الآن، ذهبت للصين وطلبت بضاعة من مصنع صيني في الصين، تكلفة البضاعة 1,000,000 ريال مثلا أو 1,000,000 دولار. المصنع الصيني يقول لي احضر لنا اعتمادا بنكيا بقيمة 1,000,000 دولار. فأذهب مثلا إلى بنك الراجحي وأقول له أريد اعتماد بنكي ب1,000,000 ريال مثلا أو 1,000,000 دولار. فالراجحي أحيانا يعطيني اعتماد بنكي مباشرة، أحيانا يقول لي لا، أنا أحيانا يقول للبنك أريد أن أدخل معك شريكة 80% أو 50% وما أشبه ذلك، فيعطيني اعتمادا بنكيا. طبعا يكون هناك تنسيق بين بنك الراجحي وبين بنك صيني أو ما أشبه ذلك، لكن الذي أتكلم عنه هنا الذي يدخل شريكا معي هو بنك محلي في بلدي أنا. بإذن الله تعالى غدا يعني نكمل ما تبقى من المنهج، بقي المشاركة المتناقصة والمساقات والمزارعة، بقي أيضا ما يتعلق بالصكوك نتكلم عنها باختصار، ثم بعض العقود المستحدثة، ثم انتهاء عقود التمويل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.